أهلا بكم مجددا دكتور. ما أن يرد عمل المرأة حتى ترد فكرة المواصلات، وتعرف مثلا في المملكة موضوع قيادة المرأة للسيارة موضوع أنا بالنسبة لي شبعت منه ولا حبذ، بس أنا طارحه كمحور لابد منه، وكل العلماء سواء في السعودية وغيرها يقولون قيادة المرأة من حيث هي قيادة لا شيء فيها، ولكن تؤدي إلى ما تؤدي سد الذرايع. في 3 دقائق أريدك أن تلخص لي رؤيتك حول حكم قيادة المرأة للسيارة كما تقرأه من النصوص الشرعية. حضرتك أجبت طبعا بلا شك، يعني لما سئل الشيخ العلامة الألباني عنها نعم. قال ما الفرق بينها وبين ركوب البعير، الشيخ الألباني نعم. ركوب الدابة وهو من هو هناك وهو فرق من هو. طبعا علامة نعم. كبيرة رحمة الله عليه محدث نعم. لكن هناك فرق، السيارة أفضل طبعا على الأقل على البعير مكشوف المرأة يعني نعم. لكن في السيارة أفضل بكثير، أستر على البعير أيضا نعم. لو سافرت مثلا نفترض 5 كيلو متر أو 6 أو 7 وحدث لها أي شيء البعير نفسه يعني ربما ضعف أو تعب أو مات حتى نفق تقع فيه يعني لها مشكلة يسيرة. السيارة الحركة بها أسرع والآن طبعا لدينا المحمولات والتلفونات، يعني مهما حدث لها المرأة في لحظات الآن تكون عندها الشرطة، رجال الأمن، يكون عندها قريبها، زوجها، يعني كل المحظورات هذه المتوهمة تحل بالتليفون بالمتحرك، أليس كذلك؟ أيهما أقل ضرر شرعيا يا دكتور، أن تركب المرأة تقود السيارة بنفسها أم تركب مع سائق أجنبي؟ هو هذا الذي أحببت أن أقوله نعم. يعني أنا أستغرب حقيقة دائما كلما فكرت في هذه المسألة أستغرب، يعني أنا مثلا لا يمكن ولا يعني لن أسمح لزوجتي أن تركب مع سائق ويخلو بها، هذه خلوة. نعم. هل أم محمد سيارة. أم محمد تسوق سيارة يا زوجتك؟ يعني تريد أن تأخذ الرخصة في الطريق يعني إيه؟ نعم. سمحت لها أنت ما منعتها؟ إيه طبعاً طبعاً طبعاً. جميل. إذا من حيث القيادة لا أبداً ما في، وكل ما تفضلت علماء المنبر حتى يعني نعم قالوا نعم هذا نعم ما حد يعني. إيه طيب هل تؤدي يعني مثلاً هل هو اللي يمنع المرأة من ارتكاب أي فواحش أو أي غلط هو عدم قيادتها من السيارة أو ممكن؟ دكتور إذا أنت هنا وضعت يعني إصبعك بصراحة نعم. أنت فعلت هذا، أنا لم أكن أحب أي نعم. أن أقوله، أنت وضعت أصبعك على يعني الألم كما يقال الوجع، أن المفسدة يعني يبدو أن الهاجس نعم. وراء هذه المسألة حقيقة الهاجس الحقيقي نعم. ليس الخوف على المرأة، موجود هو هذا نعم. بقدر ما هو الخوف من المرأة لماذا أنها تأخذ كثير من حقوقها، تأخذ كذا بعدين ربما تسيء استعمال هذا الحق ربما كذا. لماذا يا أخي إذا وثقت بالرجال لماذا لا تثبت؟ أنا أقول لك عموما نعم. أنا ثقتي بالنساء أكثر من الرجال، النساء المؤمنات طبعا. يا سلام. طبعا طبعا يا دكتور صدقني معظم الجرائم معظم الفواحش الرجال يرتكبونها والرجال يرعونها والرجال يتجرون فيها، معروف في العالم كله نعم. النساء ضحايا عموما الشرق والغرب نعم. المرأة عموما خاصة كانت تقية طبعا حافظ الغيب بما حفظ الله أبعد بفضل الله من الفواحش والمشاكل. إن شاء الله كل نساء المسلمين نحسبهن أليس كذلك نعم. أنا أحسن ثقة بهن حقيقة يا سلام. وبرجال المسلمين نعم. أيضا إن شاء الله طبعا إن شاء الله. لكن هن أقرب يعني إلى الثقة من الرجال. طيب بطبعهن لسنا جريئات على المعاصي وعلى الجرائم كالرجل. نعم. شرعيا يا دكتور شرعا هل ممكن نحرم المرأة من بعض مجالات العمل؟ مثلا هم يقولون دائما أن تعمل موافق طبيعتها ويحصرونها في التدريس وفي المستشفيات، حتى التمريض فيه جدل طويل. هذا ليس تمييزا شرعيا، هذا تمييز ماذا أقول لك بالاجتهاد الشخصي القاصر. دكتور ما هو أبعد عمل يمكن أن يتصور من طبيعة المرأة؟ القتال صحيح نعم. النزال نعم. والنبي أباح لهن هذا، كنا يخرجنا إلى سوح القتال أليس كذلك؟ وتضرب بعمود وقتلت ومعالجة الرجل عمة النبي قتلت أكثر من نعم. رجل في شو اسمه خيبر أليس كذلك؟ أم سليم كما قلت لك في حنين معها خنجر نعم. قالت إن اقترب مني أحد رسول الله بقرت بطنه أقتله، ومع ذلك لم يقل هن تطوعن بهذا والنبي سمح بهذا، ما عنده أي مشكلة. والعلاج طيب إذن إذا جاز نعم. إذا جاز المرأة نعم. أن تعمل في الجيش إذن من باب أولى تعمل في الأمن مثلا إذا أرادت، يعني ما عندنا أي مشكلة في التطبيق من باب أولى ما هو دون ذلك. الآن طبعا نأخذ الآن رأي الأئمة الكبار على فكرة نعم. نعم. استثني مسألة الإمامة العظمى أن تكون رئيسة أو سلطانة أو كذا، وعلى فكرة هذه المسألة لا ينبغي أن تثار بصراحة حتى من قبل النساء نعم. لأنه بصراحة عندنا بلد في 20 مليون 30 مليون كم رئيس بده واعد، يعني الفرصة ضعيفة جدا حتى على الرجال. فيعني خلينا بعيد عن المسألة هذه، مش مسألة يعني تستحق أن تطرح، وفيها اجتهاد على كل حال نعم. القرآن نفسه تحدث عن بلقيس امرأة قادت قومها وقادتهم إلى الهداية والتوحيد بفضل الله، ما عندنا مشكلة. لكن نترك هذا الموضوع، نأتي إلى رأي الأئمة. لدينا يا سيد العزيز أبو حنيفة رحمة الله عليه نعم. وعبد الرحمن ابن القاسم الملكية نعم. وابن جرير الطبري وابن حزم، هؤلاء جوزوا القضاء للمرأة،
هذا من أعلى المناصب، تعمل قاضية أعلى من أعلى المناصب بعد إيه الخلافة، يعني تخيل أن تكون خليفة. ولكن اختلفوا عاد، فأبو حنيفة وابن القاسم قالوا تكون قاضية فيما تشهد فيه، يعني في القضايا المدنية، النزاعات المدنية، نعم، كالأموال وكذا. أما النزاعات الجنائية، نعم، لا، لم يقبلوا. الإمام ابن جرير وابن حزم قبلوا قضاءها في كل الأمور لأنهم قبلوا شهادتها. تخيل، وسعوا يعني. يعني ممكن تكون مفتي يا دكتور المرأة؟ طبعاً. ممكن طبعاً تكون وزيرة؟ إذا كانت قاضية، لماذا لا تكون وزيرة؟ طبعاً. منصب القاضي منصب عالي جداً جداً كان. لا، والوزيرة أيضاً تكون وزيرة. لا، وزير لا، لماذا؟ وزيرة. وزير التعليم، وزير الصحة. أنا أريد رأي الدكتور عدنان إبراهيم في مسألة سد الذرائع، وهل قيادة المرأة للسيارة هذا الملف الشائك هل هو أخذ من باب سد الذرائع؟ طبعا بلا شك، يعني كل من تابع هذا الملف وطلعه، قيادة تحريم في المملكة السعودية، تحريم قيادة المرأة للسيارات الحجة الرئيسة فيه سد الذرائع. طبعا قد يسأل غير سعودي يقول سد الذرائع إلى ماذا؟ فهم تقريبا يذكرون أشياء كثيرة، مفاسد كثيرة. في رأسها ثلاث مفاسد رئيسة. واحد، قال لك ذريعة الخروج من البيت، والمسلمة مأمورة بالقرار في البيت، وقرن في بيوتكن، ولم صحيح. وفي الحقيقة نساء النبي مخاطبات بهذه الآية، مش عموم نساء المؤمنات، وإلا نساء المؤمنات كانوا يخرجن إلى الصلاة وإلى الجهاد حتى وأشياء، وحتى أمة المؤمنين، ما علينا. هذا أولا. اثنين، قال لك ذريعة إلى تضييع البيت وأهله، إن كانت بالذات يعني أما أو زوجة، تضيع زوجها وأولادها وكذا كذا، وهذا أيضا ليس بالضرورة، ويجاب عنه بوجوه كثيرة، أليس كذلك؟ يعني أبسطها وأسهلها، طيب هل تبيحون لها أن تخرج في الأوقات التي يكون فيها زوجها وأولادها في المدارس والجامعات والعمل مثلا، وتكون خالية 6-7 ساعات، تخرج تسوق السيارة تتبضع تتسوق ترجع مثلا، أو هي مدرسة تروح تدرس 4 ساعات وترجع أيضا، هل تبيحون؟ على كل حال. والذريعة الثالثة التعرض للفساق والمنافقين والمشاكسين، يتعرضون لها وقد يعتدون عليها وقد يتحرشون بها، يعني لأنها امرأة في سيارة. الآن السؤال بالله يا دكتور، هل إفضاء هذه الذريعة وهي قيادة المرأة للسيارة إلى هذه المفاسد المذكورة الثلاث وربما أيضا غيرها كثير، هل هو قطعي؟ لا، ظني أو ضعيف. هل ترى ضعيف جدا يا دكتور؟ هذا ضعيف جدا. طبعا الأول مردود عليه أنه هذا ليس خطابا لعموم النساء المسلمات، والثاني والثالث كما قلنا مردود عليه بسهولة، يعني وبعدين كم يعني يبلغ تحرش هؤلاء الفساق؟ وبعدين لو افترضنا أن الفساق يفعلون هذا، هل نمنع النساء من الاعتمار ومن الحج أيضا ومن الخروج في حوائجهن ومن التسوق العادي من كل شيء، يعني نمنعهن أيضا؟ لأنه ايش الفرق بين بالعكس، أنا أرى أن المرأة حين تخرج في سيارتها تكون أبعد من التحرش مما مما لو خرجت تمشي وتسعى على قدميها مثلا، أو مع سائق. أو مع سائق. مع سائق هذا أنا بالنسبة لي لا، لم أستسغ هذا يوما يا دكتور. أنا أستغرب كيف يمكن أن نسمح لسائق أجنبي، حقيقة أجنبي من كل جهة، يعني أن يسوق في نسائنا وبناتنا. أنا شخصيا يعني أستغرب، وفي خلوة. نعم. يعني في نوع من الخلوة أصلا. الدكتور الحديث لا يمل، بقي وقت التغريد، انتهى الوقت، لكن انتهى الوقت، أجهزنا على الموضوع، أجهزنا عجيب، بقي فيه الكثير. نعم. على كل حال خلينا نقول في سد الذرائع، لا تتذرعوا بسد الذرائع لتسدوا علينا مسام الحياة. جميل. لا تتذرعوا بسد الذرائع لتسدوا علينا مسام الحياة. مسام الحياة. بارك